زي ما سمعنا قصص وملاحم ملهاش عدد عن روبن هود، وكمان كلها مختلفة، بس عندنا في مملكة الحيوانات القصة بتاعتنا، القصة الحقيقية للي حصل في غابة شيروود. بالمناسبة أنا ديك الراوي المغنواتي، حاجة كده زي شعر الربابة، وشغلتي أحكي الحكايات زي ما هي أو على كيفي. روبن هود وصاحبه جون يتمشوا في الغابة، حبة ضحكوا حبة لعبوا النسيم عليه، فاكر دي طب فاكر دي ويطبوا في المية، يا حلو اللي يا حلاوة ما يوم جميل، ولا جي في بالهم اي حاجة غير سعادة، الله بعيشة امن وسلام، مش عارفين ان التعبينة مستنية جنب المية، فجأة حيرموهم بسهام. روبن هود وصاحبه جون هربوا وسط الغابة، جريوا ونطوا تشالوا تحطوا الطريق طويل، عدوا الحجرة وطلعوا الشجرة واستخبوا فوقيها، يا حلو اللي يا حلاوة اما يوم جميل، يا حلو لي يا حلاوة أما يوم جميل. أقول لك على حاجة يا روبن، أنت بتعرضنا لخطر كتير. خطر؟ أنت أكيد بتهزر، دول شوية ضحك كده على الماشي يا عم جون. كده؟ طب بص بقى على اللي في ورنتك، السهم ده من ضمن الضحك. دي شكلها جايلي بالاسم مش كده؟ هما بيتحسنوا فعلا، ما تقدرش تنكر، بقوم احسن كتير. اه صح، والمره الجايه المامور هيلف حبل المشنعه على رقبتنا. صعب تضحك وانت بتشعلق من رقبتك. المامور واللي معاه ما يقدرش تحت حوج وزنك ده. خدتي خف يا رب، انا ما عنديش الا راس واحده. لا يا راجل ما تقلقش قوي كده. عارف يا روبن في حاجه محيراني، يا ترى احنا ناس طيبين ولا ناس اشرار؟ قصد يعني سرقتنا للاغنياء عشان ندي الفقراء. سرقه؟ دي كلمة كبيرة قوي، احنا ما بنسرقش، احنا بنستلف حبة من الناس المتريشين. استلف؟ ها تبقى الديون هتغرقنا.
الظهر ان النهاردة هنجمع كتير قوي للفقرة يا عم جون. ايوة يا عيني على الخير. مولاي جلالتك موهوب جدا في جمع التبرعات من الفقراء. انا شعار يا مستشار العزيز، خد من الفقير عشان تطعم الغني. مش كده برضو؟ قولي المحطة اللي جاية ايه يا سيهس؟ هشوف كده. ايوه المحطة جاية نوتنغهام يا مولاي. اوه دي اغنى مكان فيهم، نوتنغهام. مقاسك بالظبط هينطق عليك ملك بصحيح يا مولاي، احترام اخلاص سيادة. لا 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 ما تزودهاش يا هس. بص كده كده مظبوط اكتر، التاج ده بيديني شعور بالقوة قوة. معلش خدتني الجلالة. قوة. ما اجمل تاج الملك ريتشارد على جبينك النبيل. مش كده؟ الملك ريتشارد؟ قلت لك ما تجيبش سيرت اخويا على لسانك. دي زلة لسان مشقوق يا مولاي. احنا شركاء في المؤامرة، اذا سمحت لي جلالتك وكانت فكرتك اني انومه مغناطيسيا و... ايوه عارف، عشان كده بعته في الحرب المجنونة ديت. والملكة مامتك كانت حزينة. مامي، ماما كانت بتحب ريتشارد اكتر مني. يا مولاي ارجوك بلاش كده، اذا سمحت لي جلالتك اصلي صوت المصمصة عالي قوي. التنويم المغناطيسي هيحسسك سيسك سيسك بحنان الام. مش عايز مش عايز. طيب انا كان قصدي مصلحتك. ما ظنش يا خبيث. انا خبيث انا؟ طب خلي بالك مرة تانية او هسيت كده تاني هتروح ماشي لنوتنغهام. تعابين ما بيمشوش بيسحفوا. ذكي قوي. حظنا النهارده مش قد كده، ده عربية سيرك يعني عملية تافهة. تافهة ايه يا خايب؟ ده العربة الملكية، ده الأمير جون نفسه. الأمير؟ لا استنى بقى، في قانون يمنع سرقة العيلة المالكة، أشوفك امبارح. إيه؟ وعاوزنا فوت فرصة الاستعراض قدام الأمير؟ هنتسجن تاني. نبين زنزن نبين ونشوف البخت. نشوف البخت والسحر والطالع. تعال يا حباب شوف المكتوب والموعود. عرفين شي لطيف وقف عندك. مولاي مولاي ممكن يكون لصوص. بلاش هبل، لصوص ستات اخر زمن. لا طبعا. سيداتي الاعزاء، مسمح لكم تقبلوا الايدي الملكية اللي تختاروها الاول. اوه ده من عطفكم وكرمكم. مولاي مولاي ما لاحظتش اللي سرقوه؟ بس بطل اساسه في وداني. ابعد عني يا هس، انت حسيت؟
آخر عسل.